إكزوت جاليري بتستقبل فوتوغرافي وركشوب لصالح رفاعي يلي عم بيشارك خبرة 30 سنة مع الحاضرين. منتابع سوا هالريبورت. بدءا من 1990 تقريبا بدأنا هيك نحس انه في تطور شوي بالبلد. بدأنا نطلع شوي على الطبيعة، على الألوان، على الحياة، نفتش على هذه المواضيع اللي ممكن ان تعطي حياة للإنسان. وبدأنا بتصوير الطبيعة، تصوير المناظر بلبنان، نضوي على بعض الأمور اللي لها علاقة بجمالية لبنان، طبعا بفكر شوي أكثر، له كونسبت أكثر، ما تكون صورة بس فوتوغرافية أو جمالية وبس. بالنسبة لصور موضوع المي كان في تيم معين يعني نعمل عليه تركيز أكثر عن موضوع المي، موضوع الحياة، موضوع الاستمرارية، موضوع الخلق، موضوع وجودنا مرتبط بالمي إن كان بالأرض أو بالإنسان. الحياة، المي طبعا دورة حياة متكاملة، وحبيت أنا أضوي على هذا الموضوع لأقول أنه تيش في عنا مقدرة موجودة بلبنان اللي موجودة بالحياة اللي هي المي. عنا مي كتير بلبنان اللي هو حياتنا وما عم نكترس لهذا الموضوع. الصورة طبعا في شخص عم بيصلي للمي، أحد الصور اللي أنا بعتز فيها كتير، بحس إنه في منه إنسان لكن مبين شكل إنسان وهو شخص عم بيأله المياه. صورة الطيارة الكونسبشوال أكتر، يعني رحنا على شيء فوتوغرافي بس ميديا، يعني عم نحكي هون صورة مركبة من أكتر من لاير، من أكتر من صورة، لحتى عبر ونقول إنه عنا الحياة بدها تستمر، بدها تنمى، بده يصير في أعمار صحيح. إنما بيبقوا هالناس هدول الموجودين بهالصورة عندهم أمل بعد، رجاء، وهو إنه يسافروا أو يفلوا من هالبلد، ما بقى عندهم قادرين يعيشوا ويستمروا بهالحياة. لبنان بلد حلو كتير، ما حدا شايفها، شايفينها نحن من فوق. مفروض انه نبلش نشوفها من العمق، ننزل على الارض ولا تحت الارض ونشوف، يعني ننزل للوديان، ننزل للانهار، كثير منا ما شايفين. قد ما بنقول لبنان حلو، اذا نزلنا لتحت اكثر حنشوفه احلى بكثير.